تأكدوا إن موجات الخير بإذن الله مستمرة، وألف مبروك وكل سنة وأنتم طيبين. اللي أنا شايفه هي حالة خاصة جمعت مجموعة من الأشخاص بتحب الخير وحاسة بألمها، أنا أشوف زوعة الديسبلين نفسها مش على وقررت إنها تعمل شيء لتخفيف هذه الآلام. بشكر حضراتكم، بشكر أبويا الروحي المهندس حسام أباني إنه حاولني من صفر على الشمال، أو من أنا مش عارف أقول إيه، بس أنا بشكر حضراتكم إن حسستونا إن إحنا لسه لينا لازمة ولسه لينا وجود، وإن شاء الله بقوة لا إله إلا الله وبفضل الله بإذن الله هنقدر نعمل حاجات كتير. 3 سنين تم اختصارهم في 11 شهر. احنا شعب يقدر يعمل اي حاجة. شكرا لشعب مصر. ايه انا عايز احكي عن المستشفى عدم ان شاء الله خلال سنة 330 مليون جنيه، 3 مليار جنيه، اكبر مركز خدمي في الصعيد اتعمل في الصعيد من 30 او من 40 سنة في مكان واحد، سواء كان طرق او مصنع او ده اكبر مركز خدمي. المستشفى ان شاء الله تكون مركز بحثي بالتعاون مع البحث العلمي ان شاء الله مع وزارة البيئة، بنعمل البروتوكول علشان نقول صعيد بلا سرطان، ونعمل ازاي يكون في توعية وندرس السرطان في مصر. مبروك لصعيد مصر ومبروك لمصر كلها افتتاح هذا الصرح العظيم، هذا الصرح اللي بيعكس فعلا نتيجة تضافر جهود المجتمع المدني الاهلي المصري والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري. اللي احنا شفناه النهاردة هو فعلا معجزة بكل المقاييس. بدأت زي كل حاجة حلوة بتبتدي بحلم، حلم عند الأستاذ حسين شكري، وحلم عند مجموعة من المصريين الحالمين بغدا أفضل. الحلم لسه بيبتدي، دي مرحلة أولى. المرحلة الثانية دار الضيافة، المرحلة الثالثة أو المرحلة مكملة معها المركز والجزء الفرعي اللي هيبقى للأطفال. لسه الحلم مستمر، والحلم دوت زي ما قلنا مش هنشوفه واحنا نايمين، هنشوفه واحنا صايحين. واحنا صاحيين ارجو ان الناس ما تنبسطش، ارجو ان ميبقاش في راحه. احنا عندنا شغل كتير نعمله، عندنا احلام كتير نحققها، عندنا في قطاع الصحه لسه في الصعيد محتاجين شغل كتير جدا، عندنا مستشفيات لازم تتكمل، عندنا طرق لازم تتكمل، عندنا صرف صحي محروم لازم نوصل له، عندنا ميه، عندنا مدارس، عندنا الاحلام بنشوفها واحنا صاحيين، ما ينفعش ننام عشان نحققها. ده اللي احنا بنوعدكم ان شاء الله، ان احنا كلنا ورجالتكم رجالة الحكومة والمجتمع المدني هيكمل فيها. والطلب الاخير انا بوصله، انا قمة سعادتي النهاردة في المجتمع المدني انه عمل حاجة في الصعيد.